خلينا دلوقتي نروح لشرم الشيخ ونتابع آخر الاستعدادات اللي بتتم لاستضافة مؤتمر المناخ من زميلتنا سالي سالم مراسل صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا سالي. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. من أرض السلام المدينة الخضراء شرم الشيخ نتابع بدء العد التنازلي لانطلاق المؤتمر الأكبر والأهم، مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ 2022، واللي بتستضيفها هذه المدينة في نسختها 27 بدءا من 6 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر القادم. خلينا في البداية نوضح أهمية استضافة مصر لهذه النسخة، باعتبار مصر هي صوت القارة الإفريقية. القارة الإفريقية وضع كل أملها على هذه النسخة لتفي الدول الكبرى بعهودها في النسخات السابقة من مؤتمرات المناخ، وآخرها النسخة 26 اللي كانت العام الماضي في جلاسكو. كثير من الدول تعول على هذه النسخة، ولهذا الأمر مصر اتخذت شعار قمة التنفيذ الفعلي للوصول لآليات على أرض الواقع لتخفيف من وطأة التغيرات المناخية. قضية المناخ هي قضية عالمية، يعني يمكن تابعنا في الفترة الأخيرة تأثر كافة الدول وتحديدا الدول الإفريقية بهذه التغيرات المناخية، ويعني كان في تعهدات من الدول الصناعية الكبرى بتخفيف هذه الوطأة، منها الدعم المالي والدعم التقني لتقليل أثار هذه القضية. وبالتالي مصر وضع كل هذه الآمال على أجندتها من خلال الفعاليات اللي بتقام في منطقتين، المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء. المنطقة الزرقاء هي اللي تحت إدارة سكرتارية الأمم المتحدة، والمنطقة الخضراء واللي إن شاء الله سيكون تحت إدارة الحكومة المصرية سيكون فيها عدد كبير من الفعاليات الخاصة بالمبادرات من الوزارات المختلفة، الجهود اللي قامت بها مصر وغيرها من المعارض اللي بتجسد القضايا البيئية، وأيضا منها جزء خاص بمعرض ديارنا اللي بنستخدم فيه كثير من المنتجات البيئية الحرفية اليدوية. والمنطقة الزرقاء واللي من المفترض أن يقام فيها كافة الفعاليات باستقبال رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، ويمكن تابعنا على مدار الأيام الماضية التصريحات الخاصة بعدد كبير من الدول اللي أعلنوا بالفعل مشاركتهم، وأيضا مشاركة عدد كبير من رؤساء الحكومات والوزارات والوفود الخاصة بالدول المختلفة. خلينا نتكلم عن استعدادات هذه المدينة، واللي تقريبا انتهت بشبه كامل من هذه الاستعدادات. المدينة مستعدة للاستقبال هذه الفعاليات من اليوم. لو تكلمنا في بداية المشروعات، احنا عندنا عدد كبير من المشروعات اللي بتتكاتف فيها وزارات الدولة المصرية في تنفيذ هذه المشروعات على مستوى الطرق، على مستوى منظومة النقل. خلينا في البداية نتكلم على المطار، وهو يمكن مطار هو المحطة الأولى للوافدين من الدول المختلفة. مطار شرم الشيخ هو تاني أكبر مطار بعد مطار القاهرة الدولي، ويمكن تزين بالهوية البصرية المنتشرة في كافة أرجاء هذا المطار. أيضا المطار هو أول مطار ذكي يستخدم الطاقة الشمسية، وهو مطار أخضر ضمن المطارات الخضراء العالمية. خلينا نتكلم أيضا أنه تم رفع كفاءة صلاة الاستقبال لاستقبال الوافدين ل 10 مليون وافد او راكب في العام. كل دي اجراءات تمت داخل مطار القاهره، مطار عفوا شرم الشيخ، كما هو الحال ايضا في رفع كفاءه مطار القاهره لاستقبال الضيوف. خلينا نتكلم عن منظومه الطرق اللي تم تطويرها ورفع كفاءتها. يمكن طريق السلام هو اكبر طريق في مدينه شرم الشيخ، تم رفع كفاءته، زياده المسارات الخضراء في هذا الطريق. ايضا ايقونه السلام واللي تم رفع كفاءة المنطقة المحيطة بها والإنارة والتشجير، وهو جزء طبعا من الأعمال الخضراء اللي بتتم داخل هذه المدينة واللي ساهم في إعلانها مدينة خضراء. عندنا أيضا الممشى السياحي واللي تم تنفيذه في هذا الطريق، واللي بيربط ما بين خليج نعمة وأيضا السوق القديم. الممشى دوت في بطول 6 كيلومترات تم تطويره وتم تطوير المنطقة الترفيهية به. عندنا الأوتوبيسات أيضا اللي عليها الهوية البصرية، وهي أوتوبيسات ومنظومة نقل ذكية. كلمة تعود ليكي مرة أخرى جمانة في الاستوديو. سالي طبعا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من شرم الشيخ، نشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات.